نظمت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين معرضاً متكاملاً للملابس الجاهزة وآخر للكتاب القانوني في جميع فروع القانون، يستمر حتى 3 إبريل المقبل تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين وهشام زين نقيب شمال القاهرة وإشراف مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشباب وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد ويحيى التوني أمين الصندوق. وقال مصطفى البنان عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشباب إن معرض الملابس يشمل أحدث المعروضات التي تليق بالمحامين، مشيرا إلى أن جميع الأسعار مخفضة ومدعومة دعما مباشرا من النقابة العامة لتتناسب مع جميع السادة المحامين. وعن معرض الكتاب القانوني أوضح البنان أنه سيشمل الموسوعات والكتب المتنوعة في جميع فروع القانون لكبار الشراح والفقهاء، مؤكدا أن الأسعار أيضا مخفضة ومدعومة من النقابة العامة لإثراء الفكر القانوني لدى السادة المحامين.